أوصي نفسي أولا وإياكم بحسن الصلة مع الله عز وجل والصدق معه، خاصة في الخفاء، خاصة في الخفاء. وإذا خلى الإنسان بمحارم الله عز وجل، هذه مواضع عظيمة من مواضع امتحان القلوب. وإذا تعارض أمر الله مع أمرك أو هواك، انظر ما الذي تقدمه. هنا إذا نجحت في الاختبارات هذه وتجاوزت هوى نفسك ورعيت نظر الله عز وجل إليك، والله لا يخذلك الله سبحانه وتعالى، والله يمينا بارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، وقال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأي شدة أعظم من أن يعاني الإنسان سكرات الموت وتفارق روحه هذه الحياة؟ فهو أحوج ما يكون إلى عون الله عز وجل وحفظه وتسديده. فالله الله، وأؤكد على هذا وأوصي نفسي وإخواني من الشباب والشابات الفتيات، اليوم انفتحت عليكم مصاريع عظيمة جدا في السماع المحرم وفي النظر المحرم وفي العلاقات المحرمة، ولا عاصم من ذلك كله إلا أن يتعلق الإنسان بحبل الله عز وجل.